بنكمل بعد كده الأسئلة. وصلنا للسؤال رقم 51، جايب لنا كده الأوتلوك، وجاب لنا ده الشكل بتاع إن احنا نبعت رسالة. تمام، بيقول لك ايه بقى؟ بيست ذا كونتنتس، اعمل لصق لمحتويات اوف ذا كليب بورد، محتويات الذاكرة. يعني احنا خدنا أمر كوبي مثلا، اللي هو جاي على الخطوة التانية، خدنا احنا أمر كوبي وعايز يعمل بيست. فين بقى؟ انتو ذا سبجكت اريا اوف ذا ويندو. فين بقى سبجكت اريا؟ اللي هنا يا جماعه. هنيجي كده هنا اهو، نعمل كليك يمين ونقول له بيست. هو ده الحل. بيست ليه بقى؟ هو واخد كابي خلاص، هو واخد كابي يعني نسخه من في مكان معين، والنسخه ديت محطوطه في الكليب بورد في الذاكره. خلاص احنا بس هو عايز مننا نعمل عمليه بيست في قدام ايه السبجكت. فبنيجي قدام السبجكت نعمل كليك يمين ونقول له ايه بيست. السؤال اللي بعد كده برضو جايب لك الحوار اللي بقى يعني ايه، رسالة وكده، فروم وديت وتو والسبجكت والحاجات ديت. عايز ايه؟ بيقول لك يوز ابلكيشنز بيلت ان فيزرز، استخدم سمات او مميزات التطبيق اللي هو اوتلوك يعني، تو اوتوماتيكالي اد ذا سندر، عشان تضيف سندر اللي هو مرسل رسالة. يا جماعة ريسيفر وسندر، ريسيفر اللي هو المستقبل اللي رسالة رايحة له، سندر اللي هو باعتها. of this message، باعت الرسالة to your address book. عايز يضيف السندر فين بقى يا جماعة؟ السندر اللي هو from دوت. خلاص عايز يضيف for address book. دي لها حلين، ممكن نيجي من قائمة tools نختار add to address book، او احسن نيجي على ايميل كده وكليك يمين ماشي على ايميل ده، اهو ده الفروم يعني المرسل. خلاص تو ده اللي هو ريسيفر، نيجي عليه على المرسل ده كليك يمين ونختار ايه اد تو ادريس بوك. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كرييت ا نيو فولدر، اعمل مجال جديد ان يور انبوكس، في الانبوكس اللي هو صندوق الورد، اند نيم ذيس فولدر بيرسونال، وسميه بيرسونال. طيب ادي يا جماعه الانبوكس اهو، نعمل ايه؟ نيجي على قائمه فايل ونختار الامر نيو. تمام، ونختار نيو فولدر. بعد ما نختار نيو فولدر طبعا نعلم على الانبوكس عشان هو هيتعمل في الانبوكس. نكتب بقى الفولدر نيم زي ما قلنا عليه، نكتب عليه ها بيرسونال، نكتب بيرسونال ونقول له اوكي. لما انا علمت هنا الانبوكس، ما هنا علمت الانبوكس وعملت فولدر وسميته بيرسونال، هيتعمل فين؟ هيتعمل في الانبوكس، وقول له اوكي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك drag the following statements about digital certificates، بيتكلم عن الشهادات الرقمية أو الترخيص الرقمي to the appropriate boxes. في عندي جمل true وعندي جمل false. بص كده، في الجمل true بيقول لك digital certificates are commonly used to make websites more secure، بتستخدم لجعل الويب سايتس مواقع الانترنت أكثر أمانا. تمام، وكان بي يوز تو بروفايد، وبتقدر تمدينا بحاجه اسمها ديجيتال ايه سيجنتشر. يعني في وسط الاثنين التانيين بقى بيقول لك انيبل يو تو ريجستر داونلودد سوفت وير، بتخليك تعمل تسجل تعمل ريجستريشن يعني تسجيل للسوفت وير اللي انت نزلته على الانترنت. طبعا ده كلام غلط. الجمله الثانيه انيبل يو تو برنت جارانتي فور جود بيرشيزد اونلاين، تمكنك بتطبع مطبوعات للسلع عبر الانترنت. طبعا الكلام ده برضه مش مظبوط. يبقى الديجيتال سيرتيفيكيتس اللي هي الشهادات الرقميه او الترخيص الرقمي بيخلي المواقع اكثر امانا يعني مور سكيور، وبيمدينا بحاجه اسمها ديجيتال ايه سيجنتشر. ده الصح بتاعه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك this web page is not displaying properly، هذه الصفحة مش معروضة كويس. stop this web page from downloading، اعمل لها stop. طبعا احنا عارفين كلنا علامة الستوب اللي هي ايه، اهي علامة الاكس دي يا جماعة، دي بتعمل stop loading للصفحة. بنيجي عليها كليك شمال. السؤال اللي بعد كده بيقول لك save this web page، احفظ هذه الويب بيج، احفظ الويب بيج including its images، ومعاها صورها onto desktop. يقصد ايه يا جماعه including its images؟ يعني احفظ الويب بيج كويب بيج مش كتكست. خلاص فبنيجي فيها ايه بقى؟ بنيجي على قائمه فايل ونختار امر سيف از،
تمام. ومن سيب اس تايب هنا بيختار ايه ويب بيجز، بس اهم حاجه بنختار ايه الديسكتوب، بنختار من هنا ديسكتوب اللي هو ده، ونقول له ايه سيف. السؤال بعد كده 57 بيقول لك يوز ذا براوزر، براوزر ادرس، استخدم عنوان البراوزر بار تو ديسبلاي previously visited URLs. عايزك تعرض ال URLs، العناوين اللي هي انت زرتها قبل كده اللي هي previously visited URLs and access the site، وروح للموقع that you visited before this one اللي انت زرته قبل الموقع ده. يعني ايه الكلام ده؟ الموضوع سهل قوي. بص كده، شايف شايف الاز يا جماعه، شايفين البار ده كده اللي هو ده، تيجي من السهم ده تفتحه بيفتح معاك. خلاص دي مجموعة المواقع اللي انت زرتها قبل كده. فين بقى الموقع قبل الموقع اللي انت فاتحه اللي هو اول واحد من فوق اللي هو ده يا جماعة، تيجي تختاره. بس كده السؤال اللي بعد كده جاي برضو الويب بيج، بيقول لك يو هاف جاست نافيجيتد تو ذا ويب بيج، لسه رايح حالا للويب بيج ديت يوزنج هايبر لينك، باستخدام هايبر لينك ارتباط شعبي. خلاص بيقول لك ريتيرن تو ذا بريفيوس بيج، ارجع للصفحه السابقه. طبعا خدنا علامتين، في علامه اسمها فورورد وعلامه اسمها ايه باك. فلو عايز ارجع للصفحه اللي فاتت او البريفيوس، برجع العلامه دي يا جماعه اللي هي دي، واعمل كليك ايه شمال. السؤال بعد كده بيقول لك ذا ام اس ان ويب سايت، الويب سايت بتاع الام اس ان از وان اوف يور ليستد فيفورتس، واحد من ضمن المواقع المفضله لديك. يوز ذا فاكت، استخدم ذا فاكت الحقيقه تو نافيجيت تو ذا ام اس ان سايت. عايزك تروح تعمل نافيجيت، عايزك تروح تفتح الام اس ان، بس تفتح منين؟ من الفيفورتس. فاحنا بنيجي كده على الفيفورتس بترش دوت، خلاص بتشوف بقى فين الام اس ان اهو، وبتيجي عليك كليك شمال بيفتح معاك. بس كده السؤال اللي بعد كده 65 بيقول لك كرييت ا نيو فولدر، اعمل مجلد جديد فور ستورينج سام اوف يور فيفورتس، عشان تخزن مجموعه من المواقع المفضله عندك. كول ذيس فولدر كوكينج، وسمي الفولدر ده ايه كوكينج. طيب ازاي يا جماعه نعمل فولدر جديد؟ طبعا بالاول بنروح للفيفورتس بس، وبنروح لاورجنايز، تمام، يعني تنظيم المجموعات المفضله. انت عايز تعمل فولدر جديد، فبتروح على كرييت فولدر اللي هو ده، بيجيب لك الشكل دوت. هو عايزك تكتبه اسمه كوكينج، فبتكتبه اسمه ايه كوكينج. يا جماعه السؤال اللي بعد كده جايب لك سيرش عادي، جايب لك سيرش عادي، عايز ايه هو بقى؟ وبديك هنا 5 اقتراحات نحطها هنا في اللوك فور. شوف ايه رايك ده بقى، وشوف انا واحده مناسبه. بيقول لك يوزنج كليك اند دراج، مستخدما السحب والالقاء، يعني موف ذا ايتم انتو ذا سيرش بوكس. طيب هنحرك واحد من دول في السيرش بوكس. ذات وود ريتيرن، خد بالك بقى، ذات وود ريتيرن ذا جريتست نمبر اوف ريزلتس، عايز يجيب اكبر عدد من النتائج. تو فايند انفورميشن، يجيب معلومات عن موفي ريفيوز اند سينماز. يو مي كليك ايتمز، يعني ممكن تختار واحد وترجع فيه. قال لك ايه بقى؟ قال لك موفي ريفيوز اند سينماز، اند طبعا يا جماعه ذكر اند يبقى بلس على طول اهو، موفي ريفيوز اند يبقى بلس سينماز. كان سؤال قبل كده قال لك نوت انكلود، لو قال لك نوت انكلود يبقى ماينس سالب، لكن حاجه وحاجه تانيه يبقى بلس ايه سينماز. ماشي يا جماعه. السؤال اللي بعد كده 62 بيقول لك سيف ا كوبي اوف ذا فوتوغراف، احفظ نسخه من الصوره ديت اون ذا ديسكتوب اوف ذيس كمبيوتر، على الديسكتوب بتاع الكمبيوتر. بتيجي على الصوره كده كليك يمين، خلاص بيجي لك القائمه دي، بتختار امر اسمه سيف بيكتشر از، حفظ الصوره باسم، تختاره بيجي لك مربع حواري. هو عايز تحفظها فين؟ على الديسكتوب. بتحدد طبعا ديسكتوب والاسم اللي هي جت بيه، وتقول له ايه سيف. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك which two of these statements on the risk of transferring viruses via email. بيقول لك عايز جملتين بيتكلموا عن خطورة نقل الفيروسات عبر الايميلات ويكونوا صح او لا. بيقول لك you can set antivirus software
to automatically scan new content arriving on your machine. بيقول لك انت ممكن تظبط الانتي فايروس بتاعك، السوفت البرنامج بتاعه يعني، نورتون، مكافي، كاسبر، اي حاجه من الحاجات ديت، عشان اوتوماتيكالي سكان يو كونتنت، عشان بصفه اليه لوحده يعني يعمل سكان على اي شيء موجود بيصل ليك على الايه، على البي سي طبعا، صح. دي اوبشن من اي انتي فايروس، انه اي حاجه جايه لك او داخله على الجهاز كايميل او اي حاجه، تمام، بيعملها اول حاجه اسمها سكاننج، فحص. الجمله الثانيه بيقول لك if you open an attachment، لو انت فتحت ملف مرفق with a virus، ماشي، بفيروس، it can mail itself to everyone in your address book. لو في عندك ملف مرفق في ايميل في فيروس، ممكن الفيروس دوت يبعت نفسه لكل واحد من ايه، من الادرس بوكس، من العناوين اللي عندك بتاعت الناس، من قيمة الناس. طبعا طبعا ايه، عبارة طبعا صحيحة، خلاص يا جماعة. يبقى الجزء اللي فوق والجزء ده، يبقى ممكن تظبط الانتي فيروس ان هو يفحص الحاجة قال له تنزل، ولو في فيروس في اتاشمنت ممكن ينقل نفسه عبر الايه، الادرس بوك. السؤال بعد كده بيقول لك which two of these statements، عايز جملتين من اللي جايين about email are true. اول جمله بيقول لك ايه، email stands for، الايميل بيرمز ليه، ها، electronic mail، الكتروني يعني الاي الكترونيك، والام والام اللي هي الميل، خلاص. الجمله الثانيه بيقول لك the distance over which email is sent، المسافه اللي بينتقل بيها الايميل doesn't significantly affect the speed of delivery، ما بتأثرش على سرعة التوصيل. يعني مش معنى ان مثلا انا ببعت ايميل لواحد في مصر هيوصل له اسرع من ايميل واحد في امريكا عشان المسافة اقرب، لا طبعا، لا تعتمد ايه اطلاقا. السؤال اللي بعد كده بقول لك which two of these statements، عايز جملتين من اللي جايين regarding the risk of transmitting viruses via email، برضه بيتكلم عن نقل الفيروسات عبر الايميل، عايز جملتين يكون صح اهو. بيقول لك a virus can spread via email by mailing itself to everyone in a victim's address book، اهو نفس الجمله اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. بيقول لك الفيروس ممكن ينشر نفسه عن طريق ان هو بيبعت نفسه لكل واحد في الادرس بوك، عناوين الايميلات اللي هي اللي عندك. تاني، you shouldn't open email، لا يجب ان تفتح ايميل if it has a suspicious subject line، لو في خط، لو في خط او موضوع انت شاك فيه، يعني من شخص انت ما تعرفوش وموضوع كده انت يعني مرتاب من ناحيته، المفروض ما تفتحش الايه، الايميل دوت، لان مجرد فتحك له بينتقل الفيروس منك، بينتقل الفيروس من هذا الايميل لجهازك، ومن ثم بيصيب ايه بقى، اي واحد عندك في الايه، في الادرس بوك.